يعني نحضد دور المدرب وقراءة المدرب. وأنا أطلقت عليه قبل المباراة قلت هذه المباراة اللاعبين فريقين تحت ضغوطات نفسية من الجماهير من الإعلام، هم نفسهم مضغوطين وهي ثقافة لاعبين. اليوم قلت يجب أن المدرب يكون هو اللي ذهنيا حاضر ونفسيا حاضر، وهو من يدير الدفة إذا كان شهاب أو كان أحمد صلاح. لذلك أعتقد أحمد صلاح دار المباراة بصراحة بذكاء، التبديلات كانت يعني مؤثرة جدا، يعني شاهد التبديل الأخير عندما أشرك كرار نبيل ووظف مهدي كريم مهدي كامل كطرف، هو اللي جاء الهدف بهذه الطريقة. لولا توظيف مهدي لاعب طرف لم يأتي الهدف. لذلك أنا أعتقد فوز مهم وفوز ربما يعيد الهيبة للمدرب وللاعبين ولكيان هذا الطلب. زين، فنيا أحمد صلاح استطاع أن يحصد نقاط المباراة كابتن حبيب؟ أكيد أحمد، شوف أحمد عارف نادي الشرطة، يعني